النشرة الثقافية من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. كشفت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية عن تفاصيل الدورة 25 من الصالون الدولي للكتاب التي ستنطلق أواخر شهر مارس من العام المقبل. أخيراً وبعد طول انتظار، وزارة الثقافة والفنون الجزائرية تحدد موعد الطبعة 25 من الصالون الدولي للكتاب، موعد تأجل لطبعتين بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي فرض قوانينه على العالم أجمع. دورة ربع القرن من التنظيم أرادتها الجهات الوصية طبعة استثنائية على جميع الأصعدة ومناسبة للاحتفاء بالكتاب والكتاب. في الأسبوع الأخير من شهر مارس سيلتقي أهل الحرف بقصر المعارض، وستكون إيطاليا ضيف شرف الطبعة. المعرض الدولي للكتاب يعود بقوة، لأنه كان غائب منذ سنتين، وهو معرض دولي نحرص أن يكون يعود بقوة، لكن إن شاء الله سوف نحرص على تنظيمه ويكون تنظيمه شيء كبير. دور النشر الجزائرية ستحتفي ولا شك بالإعلان عن تنظيم سيلة 25، فلعل هذه الطبعة ستخفف من أزمتها المالية التي لحقت بها جراء الضيف الثقيل كورونا ومتحوراته. ولمزيد من التفاصيل حول الدورة 25 لصالون دولي للكتاب، تلتحق بنا وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية السيدة وفاء شعلال عبر الهاتف. أهلا بك سيدتي. أهلا بك، صباح الخير وأهلا بكم. أهلا بك سيدتي، هل تسمعينني؟ أسمعك. بداية، ما هي الإجراءات الوقائية التي سيتم اتخاذها من خلال أيام المعرض، وكيف سيكون خلال أيام المعرض عفوا، وكيف سيكون التنظيم؟ والله هناك إجراءات أو بروتوكول صحي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الهيئة الصحية، وهو معمول به من قبل قصر المعارض بالصنوبر البحري ساتكس، الهيئة التي سوف تستضيف السيلة. ناهيك عن أننا اتخذنا تدابير وقائية وتباعد اجتماعي وارتداء الكمامات طبعا، وتوفير المحلول الكحولي. سيتم وضع كما جرت العادة وضع جهاز تنظيمي عند المدخل، عند مدخل السافاكس، ويكون هناك أيضا أعوان أمن في الاستقبال، سينظمون تدفق الزوار على مستوى المداخل لتجنب الازدحام في الأجنحة والممرات. هذا هو الإجراء. نعم سيدتي. بالنسبة لدور النشر، كم هو عدد دور النشر الجزائرية والأجنبية التي ستكون مشاركة في المعرض، وما هي الدول المشاركة؟ الدول سيشارك في الصالون في طبعته 25 300 دار نشر جزائرية، و 700 ناشر من ناشر أجنبي من 4 قارات. ستكون مشاركة قوية من الوطن العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا. تمثل المشاركة الجزائرية حوالي 3/4 المشاركة من إجمالي المشاركات. سيدتي الوزيرة، لماذا تم اختيار إيطاليا كضيفة شرف للمعرض؟ والله تم اختيار إيطاليا بالنظر إلى غناء وإثراء إنتاجها الأدبي أولاً، هذه وإمكانية النشر الهائلة التي تتمتع بها. وكما تعرفون أن إيطاليا، الجزائر وإيطاليا لهم تاريخ مشترك الذي يعود إلى 8.5 قرون خلف. وإيطاليا كانت صديق معروف بدعمه لاستقلال الجزائر، والعلاقات ونظرا أيضا للعلاقات الثنائية القوية التي تربط البلدين على المستوى الاقتصادي والثقافي. نعم سيدتي، في النهاية هل تراهنون على نجاح هذه الدورة، وكيف تتوقعون الإقبال على هذا المعرض؟ الاهتمام الذي يبديه الناشرون المحليون والعرب والأجانب كبير للغاية. منذ تعرفون أن طبعة السيلة لم تنظم منذ سنتين،
ونحن كنا قد استقبلنا الناشرين الجزائريين، خاصة أنهم كانوا يصرون على تنظيم السيلة ويبحثون دائما كيف سينظم، فهم ينتظرون بفعل الصبر الناشرين الجزائريين أو الناشرين العرب هذا الحدث السنوي، والدليل على ذلك هو تسجيل حضور قياسي على طبعاته السابقة كما هو الحال في السنوات السابقة طبعات السابقة، والآن فإن الطلب على النشر مرتفع وعلى المشاركة مرتفع أيضا في المدة الأخيرة على الرغم من السياق الوبائي الحالي، لكنهم دائما في انتظار هذا الموعد لفارغ الصف. شكرا جزيلا لك سيدتي الوزيرة على كل هذه التفاصيل التي أفتنا بها. السيدة وفاء شعلال وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. وفي شكرا جزيلا. وفي موضوع آخر، تحل اليوم الذكرى 130 لميلاد الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين وباعث الحركة الإصلاحية في الجزائر. المصلح الثوري والشاعر الصحفي، العالم المفسر، المعلم المربي، والكاتب السياسي، ألقاب استحقها الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الحركة الإصلاحية في الجزائر. ولد عبد الحميد بن باديس في 4 ديسمبر العام 1889 في مدينة قسنطينة شرق الجزائر لعائلة عريقة أنجبت العلماء وحفظت كتاب الله. درس ابن باديس علوم الدين واللغة في العام 1903 في جامع سيدي محمد النجار على يد الشيخ حمدان الونيسي، فحفظ القرآن وهو في سن 13. وفي عام 1913 التحق بجامع الزيتونة في تونس ليكمل تعليمه على يد خيرة العلماء أمثال الطاهر بن عاشور، محمد النخل القيرواني وغيرهم، وبعدها عاد إلى الجزائر لإلقاء الدروس في مسقط رأسه، ثم ما لبث أن منعته الإدارة الفرنسية من ذلك، فسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج عام 1913، وهناك تعرف على الشيخ البشير الإبراهيمي، فتشكلت النواة الأولى لفكرة تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفي عام 1924 أسس الشيخ ابن باديس رفقة مجموعة من المصلحين جريدة المنتقد، لكن السلطات الفرنسية صادرتها، إلا أن طموح الرجل لم يتوقف ليصدر بعدها جريدة الشهاب، ومن ثم كلل مسيرته الدعوية بتأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة 1931، وبعدها افتتح عدة نوادي فكرية وجمعيات ثقافية ومدارس وكليات إسلامية ومساجد لإحياء القلوب وشحذ الهمم وبعث الصحوة الإسلامية من جديد، ليكون بذلك امتدادا حضاريا لجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي. توفي ابن باديس في 16 أفريل من العام 1940 تاركاً وراءه رجالاً حملوا راية الإسلام في الجزائر. وللحديث أكثر عن هذه الشخصية العربية الجزائرية التي تركت بصمتها في المشهد العربي والعالمي، يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. أهلاً بك سيدي. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً وبمستمعيكم الأفاضل. أهلا بك. بداية دكتور قسوم، تمر اليوم ذكرى ميلاد السيد عبد الحميد بن باديس، وفاته تمر اليوم وللأسف كمرور الكرام عكس تاريخ وفاته الذي أصبح يوما للعلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الملاحظة في منتهى الأهمية، لأن ميلاد الشيخ عبد الحميد بن باديس كان ميلاد أي إنسان كان ميلاد كميلاد أي إنسان كان،
ولذلك القضية لا تهم الميلاد بقدر ما تهم الإحياء. وموت الشيخ عبد الحميد بن باديس كان فيه إحياء للأمة، لأنه بعد زمن طويل من العمل الدؤوب جاءت الوفاة التي هي حقيقة كل إنسان، ولكن وفاة العالم تختلف عن وفاة الإنسان العادي. أولا لأن الشيخ عبد الحميد بن باديس عندما ولد لم يولد كعالم، لكن ولد كأي طفل، كأي إنسان، كأي مواطن، خصوصا وقد ولد في زمن فيه كل شيء معادل للعلم، معادل للإصلاح، معادل للوطنية، معادل للثقافة لفي عهد الاستعمار المظلم. لذلك فإن ميلاده جاء كميلاد أي طفل كان، إنما العصامية التي تميز بها الشيخ عبد الحميد بن باديس والعزيمة التي تحلى بها والإرادة التي شحذ بها هي التي حولته من طفل عادي ومن مواطن عادي إلى عالم عامل بعلمه، وهذا هو الذي أكسبه هذه المهابة. ثانيا أن حياة الشيخ عبد الحميد بن باديس بعد حصوله على الزاد العلمي المطلوب للعمل لم يضع هذا العلم، وإنما جند وعبئ وحشد في خدمة الوطن بإصلاح الإنسان على جميع المستويات. أولا مثلا العناية بالأطفال، العناية بالشباب، العناية بالكهول، العناية بالبنات والنساء، العناية بالشيوخ، كل فئات المجتمع واختصاصات المجتمع أيضا، الكشافة الإسلامية، الفرق التمثيلية، الشباب الرياضي، كل هذه أخذت حقها. سيد قسوم، سيد قسوم أستسمحك سيدي، اليوم غادرنا هذا العالم الجليل، ولكن أفكاره لا تزال تدرس حتى اليوم وأعماله باقية خالدة. نعم، هو للآن إلى الآن لا زلنا نعمل ونستلهم من منهجية الشيخ عبد الحميد بن باديس في تصفية العقل وتصفية الفكر من بعض اللوثات أو التلوث الإيديولوجي أو التلوث الفاسد. لذلك نلاحظ أنه أول منهجية استخدمها هو منهجية التصفية ومنهجية العناية بالتراث القديم. فعندما توجه إلى شيخه قال له أنا ثقت بأقوال الفقهاء المتناقضة، هذا الفقيه يناقض الفقيه الثاني وهذا الفقيه يضاد الفقيه الثاني، كيف أعمل؟ قال له شيخه اجعل عقلك مصفات. ما معنى اجعل عقلك مصفات؟ يعني اجعل عقلك مصفات يسقط الساقط ويبقى الصحيح، يعني أنك تعتمد على فهم النصوص الحقيقية ليسقط الساقط ويبقى ما هو صحيح. وهذا هو الذي يعني عمل به الشيخ عبد الحميد بن باديس، فوجدناه يوظف الآيات ويوظف الأحاديث النبوية لخدمة الوطن ولتوعية المواطن. عندما نلاحظ مثلا أنه جاء لقوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قال هذه قصة النملة قصة عادية، أن النملة وعد. سيد قسوم هل تسمعني؟ فقالت لهم سيد قسوم أستسمحك، لا يحتمنكم سليمان. هل ترى أن التعريف بأفكار الشيخ ابن باديس أصبحت مهمة الجميع، وهل نحتاج لتأليف أكثر كتب أكثر للتعريف بفكر الرجل، خاصة مع تشكيك البعض أن الجزائر لم تكن أمة قبل الاستعمار الفرنسي؟ الشيخ عبد الحميد بن باديس مظلوم من جميع من عدة فئات، وخاصة الفئة التي تجهل علمه وفكره وثقافته، ولذلك هي دعوة إلى الشباب وإلى المثقفين وإلى المواطنين عموما إلى وجوب العناية بعلم عبد الحميد بن باديس ومقاصده، لأن ليس قضية فقط يعني علم، ولكن الغايات والمقاصد التي كان يقصد بها. ولذلك وجدنا من يقصو على الشيخ عبد الحميد بن باديس بيقول أنه لا علاقة له بثورة نوفمبر مثلا،
أنا أقول العكس، أقول نوفمبر هو الذي التحق بأفكار باديس عندما أعلن الجهاد تحت لواء الإسلام، وأعلن أن مبادئ الجهاد الجزائري سيكون ضمن المبادئ الإسلامية. هذا كله تجسيد لمعاني الشيخ عبد الحميد بن باديس التي كان يقول بها: اشهدي يا سماء واكتبن يا وجود إننا للحما سنكون الجنود. هذه هي المعاني التي ينبغي على أطفالنا وعلى شبابنا وعلى مثقفينا أن يعوها وأن يعلموها للأجيال الصاعدة. نعم سيدي، في هذه النقطة لدي سؤال. بعد رسالة عبد الحميد بن باديس وسائر رفقائه من العلماء الجزائريين أمثال البشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني وغيرهم من العلماء، ما هي رسالتك اليوم لشباب اليوم؟ ما هي رسالتك بعد الرسالة التي تركها هؤلاء العلماء الأجلاء؟ الوفاء للعلماء لا يكون بالقول، لكن يكون بتبني مبادئ العلماء، بدءا من الشيخ عبد الحميد بن باديس وانتهاءا بالشيخ عبد الرحمن شيبان ووصولا الى جمعية العلماء اليوم. هذا الوفاء لا يكمن فقط في اننا نقول كان عبد الحميد بن باديس عالما وكان عظيما وكان، ولكن ماذا حققنا من مبادئ عبد الحميد بن باديس في حياتنا اليوم؟ هناك غزو ثقافي، هناك غزو إيديولوجي، هناك فساد أخلاقي، هناك آفات اجتماعية. كيف لشبابنا اليوم أن يتحلى بمنهجية عبد الحميد بن باديس ليصلح كل هذه المفاسد؟ وهذا هو التحدي الذي نواجهه اليوم. شكرا جزيلا لك سيدي. السيد عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا لك. تحتضن جامعة عبد الحميد بن باديس بالجزائر يومي 5 و6 ديسمبر الجاري ملتقى دولي حول الباحث في اللغة العربية الجزائري محمد صافي المستغانمي تحت شعار مسار ومنجزات. ويهدف الملتقى الذي ينظم بالتنسيق بين جامعة عبد الحميد بن باديس والمجلس الأعلى للغة العربية وكذا مجمع اللغة العربية بالشارقة إلى إبراز مسار شخصية علمية قدمت خدمات جليلة ذات بعد عالمي في عدة مجالات، لا سيما الرواية والبلاغة ومختلف علوم اللغة العربية وفي تفسير القرآن الكريم والدعوة والإصلاح. الملتقى يعد فرصة للتعريف بمنجزات المستغانمي الذي أنجز المعجم التاريخي للغة العربية المكونة من 17 مجلداً. توفي فجر أمس الجمعة الموسيقار السوداني عبد الكريم الكابلي بعد مسيرة فنية دامت 60 عاما عن عمر يناهز 90 عاما. ويعتبر الكابلي واحدا من عمالقة الفن السوداني، حيث كتب ولحن لنفسه وللعديد من الفنانين الكبار في السودان. إضافة إلى الفن، خاض الكابلي غمار الترجمة والبحث في التراث، فتربع بذلك على قمة الهرم الفني للمبدعين السودانيين، فغنى للشاعر العربي محمد العقاد وحسن الحسين وآخرين، ومن أبرز أغانيه آسيا وإفريقيا، أراك عصي الدمع، ومعزوفة لدرويش متجول للشاعر السوداني محمد مفتاح الفتوري. الراحل ترك بصمته الفنية بأغانيه التي لامست وجدان المستمعين في العالم العربي، خاصة تلك التي أداها باللغة العربية الفصحى. كشف متحف فريكس ميوزيوم الشهير في أمستردام عن تنظيم أكبر معرض على الإطلاق لأعمال الرسام الهولندي يوهانس فيرمير. المعرض يمتد من 10 فيفري إلى 4 جانفي من العام 2023، ومن أبرز ما يتضمنه لوحته الشهيرة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي، ويضم لوحات تعود إلى القرن 17، ويعد أهم معرض لفيرمير بعد ذاك الذي أقيم في لاهاي عام 1996 وضم نحو 22 لوحة.
تحتضن العاصمة السعودية الرياض أكبر حدث موسيقي بالشرق الأوسط تحت شعار شباب من كل العالم. الحدث الذي سينطلق في 16 إلى غاية 19 من الشهر الجاري يستضيف أكبر الفنانين والموسيقيين العالميين، وهو من الفعاليات التي أطلقتها منصة روح السعودية. كما أفاد القائمون على المهرجان أنه يستقطب شريحة كبيرة من الشباب من داخل وخارج السعودية بمشاركة أكثر من 200 فنان من هولندا، أمريكا، روسيا وكندا. احتضنت صنعاء عرسا جماعيا هو الأكبر من نوعه في اليمن. الحفل أقيم في ميدان السبعين بصنعاء وشمل الفئات الأشد فقرا. من مختلف المحافظات اليمنية زف 7200 عريس وعروسة تزينت بهم العاصمة صنعاء في أكبر زواج جماعي في البلد. فعلى وقع رقصات الشعبية عمت الفرحة العرسان، ومعهم كل الحضور الحاشد الذي أبى إلا أن يقاسمهم الفرحة. العرس الجماهيري هذا أقيم برعاية الهيئة العامة للزكاة وشمل الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم بحمد الله وتوفيق الله نتشرف في الهيئة العامة للزكاة بإحياء هذا العرس الجماهيري الذي هو سلسلة من المشاريع الخيرية التي تخدم الفقراء والمساكين، وهو من مئات المشاريع. فبحمد الله اليوم يصل خير الزكاة إلى 7200 عريس وعروس من مختلف محافظات الجمهورية. يعد الحدث سلسلة في المزيد من المشاريع الخيرية التي تصب في خدمة المحتاجين من المجتمع اليمني. فكثير من شباب اليمن يعزف عن الإقبال على الزواج بسبب ظروف الحرب التي تعصف بالبلاد، فكانت مبادرة الهيئة العامة للزكاة أحد الحلول، لأن المساعدة لا تقتصر على إقامة حفل الزفاف، بل سيستفيد المعني من مبلغ إضافي من المال. بعد 40 سنة صرنا من أهل الشباب، ونعتبر اليوم أن احنا في روضة من رياض الجنة. بعد أن خطبنا وتمت الأمور نعتبر نفوسنا اليوم ابن 15 سنة. مثل هكذا مبادرة تشكل بارقة أمل لشباب آخرين غير قادرين على تحمل نفقات الزواج. ومع اليمن السعيد نختم نشرتنا لهذا اليوم. إلى اللقاء في مواعيد ثقافية أخرى.